اوكي شباب، لقد عدنا من جديد. طولنا عند البيد اوف كايوس. انا قطعت تقريبا شلت الهزام، يعني لطشني وربي تقريبا 8 مرات، وما حبيت اخليها لانه من جد لطشني. فانا حقطعها وبخليها من اول محاولتين، من اول ما اكسر الكرتين بعدين انا حخليها من هنا تبدا ان شاء الله تعالى. نصيحة استكشفتها انه اوكي هذولا لا تتفاهموا معاهم، هذه اول نصيحة. بعدين لازم تحط رجلك بسرعة. النصيحة هي البس ملابس الهافل لانه يمديك تصدها، ملابس الهافل يمديك تصد ضرباته بالذات ضربة اليد. هذه النصيحة الاولى. النصيحة الثانية، والله ما ادري ايش النصيحة الثانية، بس والله انه قوي، والله انه قوي لطشني والله فوق 8 مرات يا شباب. فانا حقطع ان شاء الله حقطعها خلاص، اتفقت مع نفسي اني اقطعها كل 8 هزايم، مدري 9 وربي 9 ممكن اشكر، ممكن دحين كمان اموت الله يستر. اذا فزت والله انجاز، رب بسط. اوكي والله يمديني دحين اسوي مونتاج الهزايم وانا في بد في كايوس. لطش فيني من بيت الله، ما خلى فيني ولا بقى. هذا كمان لطشني زي كذا، شفتوا على اخر شعره بقاني. هيا خذ لك حتى همنتي، مويه ما عندي. خلينا نشوف عندي ديفاين بليسنج، تبعي ولا تطيح. حلو، عندي 2 استعملها لانها سريعة، تقدر تشربها بسرعة، اسرع من همنتي، اسرع من الثنيات. اوكي ان شاء الله تعالى الحين نهزمه. بسم الله. انا انت بد في كايوس، مصيبة انه خسيس، بس تخش له جوا يموت بسرعة. نتحكم بذا المخلوق اللي برا. يا ساتر دخترة. امك لطيح. ايوه الحمد لله. تعال تعال بسرعه بسرعه يا زود، يمشي موت يا زباله، موت. وجهه مسخ، شوف كيف شكله اختفى. اوف اوف والنار فوقي. الحمد لله الحمد لله. وبذلك هزمنا البيد اوف كايوس، ولله لله لله الحمد الحمد لله. الحين هذه نهاية الحلقة يا شباب، ان شاء الله تعالوا في الحلقة الجاية حنروح نبارك جوين ونلطش وجهه. جوين ان شاء الله ما ياخذ معاي الا محاولة واحدة، جوين سهل مو مرة صعب. ف ان شاء الله تعالى عجبتكم بالحلقة. اندليت وربي اندليت عند بدي في كياس، لطشني ما قال امين. فالحين بوريكم انا ايش بسوي، لاني ما يمديني اروح الابس. حلو، فايش حسوي؟ هذا قدم مختفي، انزل من عنده، بس اكون لابس، اظن البس الخاتم على ما اظن، انا ما اول عمري سويته، بس الشباب يقولوا لي البس الخاتم وانقص عادي ويوديني هناك عند الجوين نفسه على طول. ستارت، يب وداني. حلو، فايش كنا لابسين؟ اي بنلبس خاتم النحلة. كيف البويز حقي؟ 65. اوف 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 ايش الثقل هذا يا ولد.
تمسح الصحيحة هذه. حلو، نقدر دحين نشقلب. فالحين نعبي الأرواح حقت الزعم اللي هزمناهم، نحطها في القدر عشان نطبخها. الحين يجي العرض، انفكت لنا البوابة عشان نقدر نباري الزعيم الأخير إن شاء الله تعالى. أوكي يا شباب، إحنا الحين مستعدين، بنروح نباري جوين الزعيم الأخير. حطينا خاطر النحلة، حطينا الريبر، إن شاء الله تعالى بنروح نفقع وجه جوين إن شاء الله تعالى. المنطقة هذه يعني انصحكم اللي ما لعب اللعبة او لسه ما ختم، يقعد هنا يفرم، يقعد يذبح دور البلاك نايت، يطيحون ايتمات تطوير كويسة، يروح يرجع يروح يرجع يروح يرجع لما يجمع العدد اللي يحتاجه ويطور اسلحته، يروح للحدادين. لانه اذا سوى نيو جيم بلس الحدادين لازم تروح من جديد وتجيبهم وتجيب لهم الحجار من جديد، فطور اسلحتك قبل ما تختم. يصير خلاص التختيم اللي بعد انت جاهز، عندك اسلحة كويسة، عندك ايتمات كويسة، كل شيء يعني جاهز لاي حاجة. شوف هذا مثلا، ها طيح لي التايتن شنك. اللي بعده اظن طيح لي الريد شنك. حلو، هذا قلق، هذا هو اعطانا الريد تايتن شنك. منطقة كوين حلوة، شوف كيف شكلها. هذا لازم اسحبه هنا عشان اقدر اتفاهم معاه صح، انا على جسر المنطقة ضيقة. لو تركزون من هنا يمديكم تشوفوا مكان جوين. اها شايفين هذي بوابة جوين، بس ما يمديك تشوف جوين نفسه. شايفين هناك تحت، المهم هناك احنا بننزل ناخذ اللف ونجي. هذا الوايت شنك، واللي بعده يعطيك البلو اللي هو ابو الهلبر هذا. حلو، خير الحين نخش نواجه جول ان شاء الله. حط الباور ودن، بحط الكريستال. لا لا غلط، بحط السحر يسوي لي دامج زيادة. بيرفس كمان. افا الكريستال خلص من السلاح.
ويل ورب انه سريع. واو 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 ما يعطيك مجال. حلو دحين هذه احسن فرصة تعالج نفسك لما يحاول يمسك بيده. حط برجلك تبي ترفس اقول. كويس الباور اذن خلص يصير ما يشيل هم انه تنقص من حياتي. خطير اقول. اوكي اوه واو 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 ضربة جامدة اقول. حلو حركة حلوة منك. جاني 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 الله يستر الله يستر الله يستر. اقول خلاص توبة توبة وخر عني وخر عني وخر عني. امك وخر بعالج. ايوه فرصة فرصة. بو 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 حسبي الله عليك اكون. وايش بذا الشاب ما حد عطاه فلوس ولا شيء. قاعد احاول اجريه من ورا الحجار. استناك توقف بس. ايوه دحين فرصتي. كويس حلو خذ اكون. يلا باقي لي ضربتين 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 بس يموت. اقعد تحت. ايوه شوف كم يعطوني الحين. ايه اركع شرير. كم 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 حيعطيني كم حيعطيني 140,000. نايس. احنا التختيمة اللي فاتت اظن سويت التختيمة الشريرة. خلنا نسوي التختيمة الطيبة ذي المرة اللي هي نولع النار. to link the fire link the fire. ويجي دحين عرض النهاية. تولع النار تضحي بنفسك عشان خاطر لوردن عشان خاطر الناس اللي عايشين فيها. ضحيت بنفسك. شجاع شجاع يا سوتي. اوكي بذلك ختمنا دارك سولز بالنيو جيم بلس يا شباب. الحمد لله في كم 13 حلقة الحمد لله. اتمنى ان عجبتكم السلسلة هذه سلسلة نيو جيم بلس. لا تنسون تعليقاتكم وراءكم وش رايكم بالسلسلة وكيف الفايت هذا اللي مع جوين. تحسون انه 13 صح. بما اني الحين خلصت من دارك سولز نيو جيم بلس في لعبة جديدة ان شاء الله تعالى حبدا فيها. لعبة رائعة لعبة جدا حلوة من اجمل الالعاب اللي لعبتها في حياتي. لعبة ما لها صلاح. النوع حقه نوع جديد ونوع جدا حلو. ولعبة شوي مو مرة قديمة. اللعبة جدا حلوة ولها كلمتها يعني. اللعبة لو بقول لكم ايش هي هتعرفونها. ما في احد تقريبا سواها فانا بحاول اني اسويها لان اللعبة جدا حلوة ولها يعني اختيارات ومصير في اللعبة وزي كذا. ف ان شاء الله انها تعجبكم. فاتوقع ان ان شاء الله تعالى في اليومين هذه الجاية بعد ما نزل ذي الحلقة اتوقع انه في اللعبة دي الجديدة حنزلها. ما حقول لكم ايش اسمها الحين لانه ما حتصير مفاجأة بعدين. ف ترقبوا زي ما يقولوا و قولوا لي اراكم. وايش في ذا لعبه انتم مثلا تبون العب لعبه قولوا لي ايش تبون العب اللعبه قولوا لي ايش اسمها واشوف. لكن انا اللعبه هذه في راسي ان شاء الله تعالى هلعبها. لكن يصير احط الالعاب اللي تقولوا لي عليها في اللسته واحاول اني العبها ان شاء الله تعالى. يلا يا شباب كان معكم اخوكم بسام. ولا تنسون لايك وفيفوريت وشير وسبسكرايب اذا ما سويت سبسكرايب. يلا يا شباب في امان الله.